تعزيزا للسلم المجتمعي، أجرى النائب محمد كريم البلداوي جولة في قضاء الضلوعية يرافقه وفد من عشائر بلد شمل قائمة قامية القضاء وعدد من مجالس الوجهاء في المدينة، وذلك تعزيزا للاستقرار وتعضيدا للوحدة الوطنية. دورنا إلى هذا اليوم لأولا المشاركة في أن نسجل موقف مع أبناء هذه العشيرة وأن نحفظ فيها وحدة وكرامة أبناء هذه القبيلة وتماسكها مع ما عبروا عنه بمدينة بلد الأم. صراحة هنالك مشكلة إن شاء الله هي بسيطة حدثت في الأيام الماضية، لكن اليوم حكمة العقلاء والشيوخ الأعزاء والرأي السديد والمحبة والدم الذي تحرك في العروق لإيقاف هذه الفتنة والدفاع عن وحدة وكرامة أبناء هذه المدينة وأبناء هذه القبيلة، وجدنا قلوب مفتوحة، قلوب صادقة، قلوب بيضاء، بدءا من السيد رئيس الوحدة الإدارية الأستاذ الحمزة، قائم مقام قضاء الضلوعية، إلى قائد الشرطة أخونا العزيز عميد ركن وجدي، إلى كل الأخوة القيادات الموجودة في هذه المدينة، إلى الشيوخ الأعزاء الوجهاء الأفاضل، اشتركوا في الهم، والحمد لله المشكلة الآن قد حلت، لعلها اللمسات الأخيرة. يوم غد إن شاء الله ستكون الجلسة النهائية لوئد هذه الفتنة وإطفاء هذا الشر. ستبقى الضلوعية واحدة موحدة، ستبقى عشيرة الجبور أو هذه القبيلة العريقة هي بيت واحد، تنبض بعرق واحد، من منبع واحد، من أصل واحد. نحافظ على وحدتها، نحافظ على دمائها، نحافظ على وجودها الذي تجذر مع جذور هذه الأرض. تبقى اليوم هذه مدننا مدن آمنة، قدموا التضحيات وقدموا الدماء من أجل حفظ العرض والوطن والأرض والمقدسات، وستبقى هذه الدماء هي الجامع المشترك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع، أن يحفظ هذه المدينة الطيبة، يحفظ أهلها، يحفظ عشائرها موحدة على كلمة واحدة هي كلمة الأخوة والمحبة والسلام.